الفنانة ريم هلال قدرت انها تحقق نجاح كبير جدا الفترة اللي فاتت من خلال الاعمال اللي قدمتها. وحاليا بتشارك ريم مع الفنانة ليلى علوي في مسلسل هي ودافنشي، واللي بتعرض دلوقتي حلقاته على شاشات القنوات الفضائية ومنها طبعا قناة روتانا المصرية. ريم هلال كمان شاركت في الفيلم السينمائي المغربي رحلة يوسف، وبكده بتكون من الممثلات المصريات القليلين اللي بيشاركوا في السينما المغربية. ريم طالعة بدور فتاة عربية فرنسية في فيلم رحلة يوسف، واللي بتدور أحداثه في إطار رومانسي بين ليلى ويوسف، وبتجسد ريم شخصية ليلى وبيقوم بدور يوسف الفنان عاطف عبد اللطيف. كاميرا عرب وود قابلت الفنانة ريم هلال في لقاء حصري جدا للبرنامج، وكلمتنا أكتر عن تفاصيل فيلم رحلة يوسف. رحلة يوسف معانا برضو إخراج تأليف أستاذ محمد علام، وإخراج أستاذ عمرو منصور، بطولة أستاذ عاطف عبد اللطيف ومحمد نجاتي، دنيا المصري، أنا وبرضو بعض الممثلين المغاربة. وبرضو الفكرة حلوة ومختلفة وبيعملوا صورة حلوة بصراحة، يعني عجبني الموضوع قوي وعجبني أن أنا أشارك معاهم. يعني اختيار المغرب والمشاركة في السينما المغربية اعتبروا البعض انه شيء غريب ومش معتاد ان فنان مصري يشارك في عمل مغربي. ده اللي خلانا نسأل ريم عن سبب مشاركتها في عمل فني في المغرب. الحقيقة ليه المغرب؟ يمكن زي ما انت قلت ان احنا ما صادفش قبل كده ان احنا نشوف المغرب في افلام او كده، فممكن يكون ده نوع من انواع الاختلاف. احنا كنا دايما بنشوف سوريا، لبنان، اي دول عربية اخرى، لكن ليه بالذات متهيألي هو الاختلاف. يعني الافلام المغربيه معروفه بجرأتها في المشاهد والتصوير عن اي عمل عربي تاني. يا ترى ريم هلال عندها سابق خبره في السينما المغربيه، وهل هي كمان مستعده تعمل مشاهد جريئه ولا لا؟ هم بيعتمدوا على الفكره والسسبنس، ان انت تبقى مثلا ماشي مع الفيلم وبتلاقي الفيلم حاجه تانية، فده عجبني قوي التويست دايما. يعني بصراحه ما عنديش خبره قبل كده في السينما المغربيه، يعني ما صادفش ان انا اتفرجت على فيلم مغربي، بس عارفه ان هم عندهم ممثلين شطار وده حقيقه. يعني الفنانه ريم هلال كشفت لنا كمان عن اماكن التصوير اللي صورت فيها مشاهد الفيلم المغربي رحله يوسف. احنا بنصورنا في مراكش، بدانا بمراكش المغرب، وبعد كده في هنا سانت كاترين، لانه في قصه حته في الفيلم ليها علاقه بالدير، وشرم الشيخ. ومن المغرب هنرجع تاني لمصر، وهنشوف ريم هلال هتقول ايه عن مشاركتها مع النجمه ليلى علوي لاول مره في مسلسل هي ودافنشي. اول مره اشارك مع استاذه ليلى في دراما، ومبسوطه طبعا ان انا بشارك في مسلسل طبعا بطولتها. المسلسل مختلف دايما، برضو انا بحب دايما لما اكون فاهمه حاجه، لما اكون انا فاهمه حاجه وبعد شويه اكتشف حاجه تانية وبعد شويه اكتشف حاجه ثالثه، فدايما في سسبنس، في غموض. فالمسلسل ده التايب بتاع خالد الصاوي، دايما بيحب يعمل حاجات مختلفه عن الموجوده في السوق كلها. ريم هلال طلع السنه دي بدور بنت شريره، غير الادوار اللي تعودنا نشوف ريم فيها، لانها كانت بتقدم قبل كده دور البنت الطيبه الغلبانه. بعمل دور نيرس، يعني ممرضه، وده اول مره اعمله، فمبسوطه قوي بالدور. مختلف عليا خالص، من بنت من بيئة شعبية، بتبقى شريرة في الأول وبتعمل حاجات مش كويسة، وبعد كده ربنا بيتوب عليها. يعني فمبسوطة قوي بالفكرة دي. يعني وفي آخر لقائنا مع ريم كشفت لنا عن حجم المشاهد اللي خلصتها من المسلسل، وفضل لها كمان قد إيه وتخلص تماما تصوير المسلسل. صورنا جزء كبير من المسلسل، حوالي 60% مثلا المسلسل او يمكن اكتر كمان. لسه هنصور طبعا في رمضان لحد 15 رمضان، ده المتوقع يعني. وانا شايفه انه كويس، لان احنا اصلا دخلنا متاخر قوي، احنا متهيألي اخر مسلسل دخل في الدراما السنه دي. بقول لكل جمهور روتانا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، يقعد عليكم بخير يا رب، ويكون احسن شهر كده في السنه، وتحققوا كل اللي انتم عايزينه باذن الله.